اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيفنا النهارده ونجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. نتكلم في كل حاجه معاه، نتكلم على مديرنا الفني الجديد كولر، نتكلم معاه كمان عن الكره الاوروبيه وخاصه طبعا دوري الابطال. سعيد مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن، اهلا بيك، ودايما طبعا ببقى مبسوط مع حضرتك جدا. نورنا دايما يا سعيد. الكره العالميه بتنتظم مباريات قويه جدا على مستوى دوري الابطال، بكره كمان هنتابع معاك الدوري الالماني والدوري الاسباني والدوريات الاوروبيه. لكن قبل ما نبدا في كل ده، خلينا اخذ وجهه نظرك في المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كولر. رؤيتك شفت ايه من خلال المؤتمر، البادي لانجوج بتاعته، النقاط اللي انت طلعت بيها من خلال كلامه في المؤتمر، شايف الموضوع ازاي؟ يمكن انا بشوف اختيار كولر، او خليني اقول بشكل اوضح، انا ايه يخليني كناقد او حتى كمتابع عادي اتفائل بمارتن كولر؟ ايه العوامل اللي تخليني اتفائل بهذا الرجل؟ فباختصار شديد نقدر نقول انك امام خبير في كره القدم. ولما بقول خبير انا هنا مش ببالغ او بقول راي شخصي، انا هنا بوصف حاله وقائع وحقائق حاصله على الارض. مسيره تقترب من ربع قرن، 25 عام كمدير فني، في تجارب قويه جدا جدا ودوريات قويه جدا جدا، امام رجل واجه اعتى واقوى منتخبات اوروبا في اخر 5-6 سنوات كمدير فني لمنتخب النمسا، واجه المانيا، البرتغال، اسبانيا. فانت واجهت اهم مدارس خططيه في العالم واهم مدراء فنيين في كره القدم، وكنت طول الوقت بتضع خطط عشان توقف اهم النجوم وازاي تخترقهم. نجحت في مع منتخب بكل امانه هو متواضع انك تضعه في الترتيب العاشر عالميا بعد ما كان اهم انجاز في تاريخه انه 70 عالميا. فانت هنا بتتكلم حرفيا وبشكل مختصر جدا انك امام واحد من خبراء اللعبه، رجل له العديد من التجارب اللي تخليك واثق جدا جدا انك مش بتجرب، لا انت جايب رجل حكيم في كره القدم. فده سبب من مهم جدا 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 يخليني اتفائل مع هذا الرجل. بعدين مما قراته عنه ومما سمعت منه انك امام شخصيه او سمات شخصيه بتقول انك امام مدرب قوي في سمات الشخصيه، بمعنى انه أقرب إلى القيادة منه إلى المدير. ده لمسته كويس جدا في تصريحات أكتر من نجم سويسري، سواء كان هنا في مداخلات مع قناة الأهلي أو مع قنوات تانية. لمست كويس جدا الحديث عن الفرق بينه وما بين مدربين سويسريين آخرين، إنه رغم إنه شخص صريح، ممكن هو وصف ده وقال ده، إن فلسفتي تعتمد وتقوم على الصراحة. يعني ما عنديش مشكلة إن لعيب بره للتشكيل خالص أقول له إن أنت سيء، وإن أنت سيء في 1-2-3، وبحب المواجهة لأن ده مهم جدا جدا في التحكم في غرفة اللاعبين. عايز آخد يعني كلامك، مش عايز أقطع كلامك، لكن في فرق إنك تتعامل مع لاعب أوروبي ولاعب مصري. مؤكد. فهل النقطة دي هيلاقي فيها صعوبات؟ هل أنت شايف شخصية الاحترافية الكاملة فيه، وده متشاف من خلال مسيرته ومن خلال كمان كلامه، هيتعامل مع الجزئية دي ازاي؟ لان كتير جدا بيتكلموا يعني النقطة دي هيتعامل معاها ازاي؟ هو مبدئيا هو لامس ده وقال ده، يمكن هو قال يمكن اكتر حاجة او الجديد في مسيرتي، هو دايما بيقول رسائل للناس اللي ممكن تكون قلقانة، انا مش راجل جديد، يعني مش جاي اشتغل الشغلانة دي جدا، انا خبير. ولامس كويس جدا الفرق ما بين عقليه اوروبيه وما بين ثقافه جديده مختلفه انا بتعامل معاها. لكن اللي بيخليني مطمئن ايضا ان الراجل تعامل في كل المستويات، بمعنى انه بدا في الدرجه الثانيه ثم انتقل للدوري الالماني، ثم تعامل مع مستوى احترافي اكبر، ثم وصل الى بازل. فيخليني ان هو، خليني اقول ان هو مر بمنحنيات ودرجات مختلفه، تعامل خلالها مع عقليات مختلفه. صحيح كلها عقليات اوروبيه، لكن ما تقدرش تقول ان لاعب الدرجه الثانيه او لاعب الدوري السويسري زي لاعب الدوري الالماني زي لاعب منتخب يواجه. فاكيد هنا انت امام انماط مختلفه من العقليات واستراتيجيه العمل مختلفه بناء على كلام كمان ان هو بيقول لك الشغل مع المنتخبات مختلف تماما عن الشغل مع الانديه. الشغل مع الانديه انك كل يوم بتحل مشاكل، بتتعامل مع صحيح مجموعه كبيره في من اللاعبين، في كثافه في العمل. هو عنده هذا المزيج، وهو هو واعي ده كويس جدا. وخلينا نقول ان هو كان مدرب سابق لبازل بوخم، يمكن نادي تجربته مع نادي بوخم في المانيا بالتحديد لما صعد من الدرجه الثانيه كان كل امنيات جمهور النادي انه يبقى في الدوري الممتاز. صحيح. ولكن مع ذلك كان في المركز الثامن، وده افضل ثالث مركز في تاريخ النادي. فبالتالي ايضا تجربه ناجحه بتقول لك ان هو قادر يتعامل مع الضغط المكثف وفاهم الفوارق
ما بين العمل مع المنتخبات والعمل مع الانديه. واللي يخليني مطمئن يا كابتن زي ما بقول لك برضو انه رجل عاطفي في التعامل، اللي هو يعني بيلمس مشاعر اللاعبين، ما يدور في اذهانهم في دماغهم، بيعرف يبقى صديق ليهم مقرب ليهم. يمكن ده دي نقطه مهمه جدا جدا يا سعيد، لان بيبقى في ساعات يعني في مدربين اوروبيين هو خلاص متعود على الشخصيه الاوروبيه، بيصطدم شويه بالشخصيه المصريه، فبيحصل كلاش، بيحصل صحيح تنافر لحد كبير. بالظبط، هو عنده ديت، عنده الجزء اللي هو الجزء العاطفي اللي هو قادر يبقى صديق للاعب. لان هنا الفرق ما بين الاداره او المدير والقيادي او القائد، المدير بيحقق تارجت، هو بيستهدف تارجت فقط، لكن القائد بيبقى هدفه ان يستخرج افضل ما لدى كل شخص. صحيح، ودي يعني اعظم مدراء فنيين في العالم ناجحين بفعل ده، ان هو قادر طوال الوقت يخرج من كل لاعب على حده افضل ما لديه. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان يكون ده متواجد مع كولر، وتكون كل الشهادات اللي سمعناها والتقارير اللي قرناها عنه باذن الله نلاقيها حقيقه على الارض، ونشوف ده مترجم ان شاء الله باذن الله.